بعد مدينتي الكافي والقصرين حطت جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية رحالها بجندوبة. لقاء جمع نساء الجمعية بنساء المدينة فكانت المفاجأة. قتلتنا المفاجأة السارة في الالتقاء هذا مع نساء جندوبة، لأنه الالتقاء هذا كان تبادل معناها ثري وثري جدا. تعلمنا برشا من التنوع، من الإبداع، من القوة والمقاومة اللي لقيناها عن نساء جندوبة، وأعطتنا شحنة في الحقيقة، شحنة كبيرة. برنامج عمل بأشراف الجمعية نفذ بسواعد نساء جندوبة وأفكارهن، ترجم على أرض الواقع لتكون نتيجته فضاء ريحانة بعد سنتين من العمل المتواصل. فضاء ريحانة اللي اليوم الافتتاح متاعه هو جاء معناتها تتويج لعمل دام عام كامل. احنا جروب نتاع اربع بنات، اربع نساء خدمنا فيه، بدينا اربع، ما اليوم كيف ما تشوفوا معناتها ثمانمئات نساء من جندوبه اللي هما تعود لهم هما معناتها النجاح نتاع الافتتاح اليوم، على خاطر عاونونا ياسر في تكوين الفضاء هذا. الفضاء هذايا اللي نجموا نقولوا بناوه بنات جندوبه، أفكار جندوبة معناها أفكار خارجة من حاجياتهم، من ما كانوا يطمحوا إليه. اللي شفتوه اليوم هي البداية، ونعاونوا على كل نساء ورجال تاع جندوبة اللي يمنوا بالتحرر المرأة، ويمنوا بالمساواة، ويمنوا بالقيم التحررية، باش يكونوا لجانب هالنويو هذية. من قال أن نساء جندوبة لسنا قادرات على الإبداع والتألق؟ نساء استأنسن في أنفسهن الشجاعة لغيرن واقعهن، وآمنا بمبدأ إزاحة سحب الضباب التي قد تكتنف حياتهن في بعض الأحيان. فما معناها طاقات كبيرة اللي كان نخدموا معاهم وكان نفهموهم ونعرفوهم بالكدا، معناها باش يكون النضال متاعنا نضال قوي، والتقدم متاعنا تقدم بسرعة، معناها بسرعة كبيرة. لكن اليوم لاحظتوا اللي الفكره هذه تجسدت، ومن الحلم، من الفكره، وصلنا الى حاجه ملموسه، وصلنا الى حاجه حيه. شفتوها مشاركين فيها اكثر من 40، شاركوا فيها اكثر من 40 امراه، حطوا معناها بصفه ملموسه الافكار هذه، جسدوها في اهداف. راكم قاعدين النتائج تشوفوا فيها. ريحانة فضاء ترجم على أرض الواقع ما شغل هاته النساء من أفكار وأعمال وإبداعات في ورشات عمل مختلفة وندوات فكرية وثقافية. بالنسبة للأنشطة اللي موجودة اليوم في فضاء ريحانة، عندنا أنشطة ثقافية تتمثل في حلقات نقاش، ندوات، دورات تكوينية في لحقوق المرأة، عندنا مكتبة خاصة زادة فيها كتب وخاصة بالنساء، عندنا تكوين نكونه في كل ما هو التزويق على البلور، على الخزف، على الحرير، عندنا الرسم، عندنا الأنشطة الترفيهية كيف ما الرياضة والرقص، عندنا مقهى ثقافي خاص بالمرأة. تنجم المرأة اليوم في جندوبة عندها وين تنجم تتنفس، خاطر مشكل معناتها في جندوبة ما ثماش فضاء خاص بالمرأة. نعملوا دي برودوي بليدين معمولين باش نبينوا المرأة تنجم تعمل برشا حاجات، مش جوست تبقى في الدار، وشارك بهم في معارض، وتنجم يعني تكون هي فعلة في المجتمع. هو يتمارس في الدار ويتعرض لنا، فما ورشات حرة هنا يعملوها انسى باش يتعلموا من بعضهم، وكل واحدة تفيد غيرها. سي سون دي زارتيكل ما ابروبو خاصين بجهاز العروسة، معناتها يخصوا المرأة اون جينيرال، معناتها في جهازها، في دارها، في صغارها، معناتها في البور بيبي، لبسة معناتها للصغار، لبسة العروسة، في جهاز العروسة، معناتها المرأة كي تجي تلقى عنا كل شيء. أنا من بين الأخصائيات النفسانيات اللي موجودين لهنا واللي يستقبلوا نساء جندوبة الكل باش يسمعوهم ويحكيوا معاهم في كامل السرية التامة، ويحاولوا يعاونوهم في حل مشاكلهم النفسانية. حياة المرأة كتاب ضخم تتغير أسطره بتغير خصوصيات كل منطقة بتونس. كتاب أرادت جمعية النساء التونسيات من أجل البحث حول التنمية تصفحه وتحرير جمال بطلاته وتجسيدها على أرض الواقع.